متابعينا مشاهدين على بركة الله ينطلق الشوط الأول في هذا المساء على المضمار الرملي، 6 جهات في هذا المساء ولمسافة 1800 متر. كل التوفيق للجميع من خلال هذا الشوط. أمير الشجاعة في المقدمة ومحاولة من محماس أيضا للانطلاق بقوة نحو المقدمة، وفي المركز الثالث لي أوس، والرابع لي أصهب، والخامس لي منفلت، أما المركز السادس فلي شرس. ومتابعة قوية من بقية الجهات. إذن أمير الشجاعة يقود المقدمة بنجاح حتى هذه اللحظة، ومحاولة اللحاق أيضا في المركز الثاني لمحماس، محماس وأوس في المركز الثالث. إذن أمير الشجاعة للسيد حسن بن علي المطوي، والمركز الثاني لمحماس، ومحماس للسيد سعود بن عبد اللطيف المسلماني، بينما أوس للسيد فهد القرون. ومتابعة أيضا في المركز الرابع، الآن تقدم لشرس للمركز الرابع على ما يبدو لي، ولكن أمير الشجاعة في المقدمة بنجاح، محاولة اللحاق من محماس وأيضا من أوس. الآن المسافة تقترب أكثر بين الجياد، خصوصا المراكز الأربعة الأولى. محاولة اللحاق أيضا من شرس. الإعازة الآن من الخيالة عند المنعطف قبل الأخير. أمير الشجاع يقود التقدم بنجاح، ومحاولة اللحاق من محماس وأيضا من شرس. شرس يتقدم من المركز الرابع للمركز الثالث، والآن محاولة خطف الوصافة، بينما أمير الشجاعة عند الانعطاف الأخير محاولة الحفاظ على المركز الأول. إذن آخر 400 متر أمير الشجاعة وشرس، شرس وأمير الشجاعة. شرس محاولة، إذا التقدم كبير الآن لشرس. شرس ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني والمدرب جوليان سمارت، بينما أمير الشجاعة للسيد حسن بن علي المطوي. متابعة قوية للمركز الأول، شرس في المركز الأول، وتوسيع الفارق إلى أكثر من 4 أحصنة. إذا محاولة للمركز الأول بنجاح، يسير الآن شرس للمركز الأول وبمسافة كبيرة عن الجميع. إذا ألف مبروك لشرس المركز الأول ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني المدرب جوليان سمارتا والخيال هاري بنتلي.